مرحب يا مرحب، ده احنا زارنا النبي النهارده. الله يخليك يا بكري، جيت اشوفك يا بكري، خدني الشوق، قلت اجي اطل اشوفك. امال طرق بر فين؟ في المدرسة. وحشتني يا عم هلباوي، وحشتني والله. قطعتوا بينا لما مشيتوا من النجع يا وكلهم. وانت كمان والله يا هلباوي، عيونك فيها كلام كتير. قول قولاتك يا هلباوي، احنا اخوات. انا جاي لك هنا في العريسة، مدير لك في دوران الاخر دي، جاي لك في حكيوة، طالب يد طير البر الولد يشهد لي. يبقى مش موافق يا بكري؟ لا لا يا اخوي، وانا هلاقي زي شادلي ولا هلاقي نسب زي نسبك يا هلباوي؟ مسألة يعني. انا خابر، خابر يا بكري، عمل حساب ناسك في العريصة انهم ممكن يرفضوا، او ناسك هم اللي يرفضوا. مسألة مش سهلة يا عم هلباوي، مسألة من جهتين، عرايسة وحمايدة. بكري أنا كفيل بالحمايدة، معظمهم موافق، واللي ما وافقش ما يلزمنيش. أهم حاجة عندي إني أشوف ولدي شادلي مبسوط يا بكري. وأنا كمان عم هلباوي، أنا هعرض الأمر على ناسي، اللي هيوافق هشيله فوق راسي، واللي هيرفض هدوسه. بس الاول نشاور صاحبة الامر. يعني انت موافق؟ وانا هلاقي زي شادلي، وبعدين بيتي مش بيتي، دي بيتكم، وانا لحم كتافي من خيركم يا حمايدة. حبيبي يا اخوي، حسك دي حدد معاد دلوك عشان نجي فيه ونتقدم رسمي. عيني يا حبيبي، نشرب الشاي دلوقتي، نشرب وبعدين الشربات. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.